ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. عرف شاطئ السعيدية أمس الثلاثاء فاجعة حقيقية إثر غرق طفل صغير ووالده الذي حاول إنقاذه. ونقل مصدر محلي أن الطفل الذي كان يسبح بالشاطئ غرق ليسارع والده وشخص آخر لإنقاذه قبل أن يفقد الأب بدوره حياته غرقا، وانتشلت جثتي الأب والابن، فيما نجا شخص ثالث كان برفقتهما من الموت، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.